الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، مستوى الأول ثانوي مقرر كيم 102، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ في درس جديد ومهم، وإن شاء الله يكون ميسر. ولكن أدوات الدراسة لابد أن تكون معاك الكتاب المدرسي، لأنه يشتمل على عدة جداول لصيغ الأيونات عديدة الذرات، ورموز الأيونات وحيدة الذرات، ورموز بعض العناصر الضرورية جدا لدراسة هذا الدرس، تسمية المركبات البسيطة. إذن عنوان الدرس تسمية المركبات البسيطة. نبدأ على بركة الله، نتعشم يكون معاك القلم بتاعك ومعاك الدفتر والكتاب المدرسي. يلا بسم الله. أهداف درسنا اليوم هي 4 أهداف. الهدف الأول، يقارن الطالب بين الأيون أحاد الذرة والأيون عديد الذرات. وإحنا تعرضنا الحصة اللي فاتت عن هذه الأيونات، الأيون أحاد الذرة مثل أيونات عناصر الفلزات أو عناصر اللا فلزات، وأيضا الأيونات عديدة الذرات مثل أيونات الهيدروكسيد مثلا. الهدف الثاني يا شباب، تعرف طريقة تسمية المركبات الأيونية الثنائية. بمعنى إيه تسمية؟ يعني السؤال بيكون فيه الصيغة الكيميائية أو وحدة الصيغة كما عرفناها الحصة الماضية، والمطلوب أنك تضع طريقة ومنهج لتسمية هذه الصيغ، طريقة التسمية، وسوف نتعرف عليه. الهدف الثالث إن شاء الله هو تسمية أو طريقة تسمية المركبات أو التسمية على المركبات الأيونية عديدة الذرات. سوف نجد إن شاء الله هناك نوعين من المركبات، مركبات ثنائية تحتوي على أيون أحاد الذرة، سواء كان أيون كاتيون موجب أو أنيون سالب. ده الهدف الثاني. الهدف الثالث هيكون في نوع آخر من المركبات يحتوي على أيون عديد وأيون أحاد الذرة. يبقى احنا عندنا طريقتين للتسمية، طريقة للأيونات المركبات الثنائية وطريقة المركبات الأيونية عديدة الذرات. هناك طريقتين إن شاء الله فيهم تشابه كبير. يعني آخر شيء، طريقة لتسمية المركبات التساهمية والأحماض الثنائية. يلا بسم الله. في البداية لابد أن نعرف أن تسمية الأيونات الموجبة هي طريقة يتفق معها العلماء جميعا، لأن الأيونات عددها كثير جدا، لابد أن نضع منهج وطريقة منهجية نطبقها على رمز الأيون. وعشان نطبق طريقة لابد من تقسيم الأيونات. فاحنا في البداية هنركز على الأيونات التي تحمل شحنة موجبة، وبيكون رمز الشحنة الموجبة كلنا عارفينه بالشكل ده، رمز الشحنة الموجبة كلنا نعرفه بالقلم كده، نستعمل القلم بتاعنا، هيكون رمز الشحنة الموجبة كلنا نعرفها كده. يبقى الأيون اللي عليه شحنة موجبة هنا احنا عايزين دلوقتي نسميه. أول شيء هنقسم الأيونات اللي عليها الشحنة الموجبة دي، هنقسمها إلى نوعين. النوع الأول هيكون أيونات أحادية الذرة، أيونات أحادية الذرة يا شباب. بمعنى إيه؟ بمعنى مكونة من ذرة واحدة تحمل هذه الشحنة، مثل هذه الذرات
مثل مثلا ايون ان ايه موجب، وتكون عدد الشحنات ثابتة لا تتغير، بمعنى يكون العنصر الواحد له صورة واحدة للأيون، شكل واحد للأيون، إن احنا هنجد بعد كده في أيونات لها شكلين، زي مثلا الأيون المجاور ده، أيون الحديد ده له شكلين، FE موجب 3 موجب وFE 2 موجب، هذا نوع من الأيونات الانتقالية. لكن احنا دلوقتي بنركز على الأيونات أحادية الذرة اللي تحمل صورة واحدة أو رمز واحد للأيون، تتركز أو موجودة هذه النوع أو هذا النوع الأول من الأيونات في عناصر الجدول الدوري في مجموعاتها الأولى والثانية، جميع عناصر المجموعة الأولى موجود فيها هذا الأيون أحاد الذرة الموجب، بمعنى أنه يفقد إلكترون واحد زي ما قلنا الحصة الماضية يا شباب، وأنا هعرض دلوقتي أمام الجدول بيوضح مكانها بالضبط فين في الجدول الدوري. كذلك عناصر المجموعة الثانية، كذلك بعض العناصر الانتقالية زي عنصر AG الفضة وعنصر ZN الخرصين أو الزنك. تعال نشوف يا أستاذ هذا الجدول اللي بيوضح مكان هذه الأيونات أحادية الذرة الموجبة، هذا الجدول اهو. الجدول ده يا أستاذ موجود عندي في الكتاب المدرسي اللي في الطالب بتاع أول ثانوي صفحة 110، أرجو إن أنت تفتح كتابك صفحة 110 وتتابع معايا أسماء هذه الأيونات وأماكنها، لأنها مهمة جدا هنستعملها في طريقة التسمية. لو أنا شفت المجموعة الأولى يا شباب بارك الله فيكم، نجد أن عناصر كل هذه المجموعة ماذا يميزها؟ ما الشحنة التي تحمل كل ذرة؟ تحمل موجب واحد، LI موجب واحد، NA موجب واحد، K موجب واحد، RP موجب واحد، CS موجب واحد. إذن هذه الأيونات كلها عليها موجب واحد، لذلك يطلق على كل أيون من هذه الأيونات اسمه كاملا معرف بألف ولام، فنطلق عليه أيون الليثيوم، أيون الصوديوم. طب ده مين يقول لي عليه يا شباب؟ أسمع إجابتك اللي أنا بشاور عليه ده، ما اسم هذا الأيون؟ اعطي اسم الأستاذ المحاور، تفضل. يلا يا شباب أسمع الاسم، كي موجب، ما اسم هذا الأيون؟ أحسنتم، أيون البوتاسيوم الموجب، بارك الله فيكم. تمام، المجموعة الثانية ماذا تلاحظ؟ جميعها تحمل موجب 2، BA موجب 2، MG موجب 2، CA 2 موجب، SA 2 موجب، BA 2 موجب، مثال لها أيون المغنيسيوم. طيب ما اسم هذا الأيون؟ أسمع إجابتك، بارك الله فيكم، ما اسم CA 2 موجب؟ أسمع إجابتك مع الأستاذ محاور، بارك الله فيكم. يا شباب أحسنتم، أيون الكالسيوم، أيون الكالسيوم الموجب. تمام، ننتقل إلى الأيون الأحمر المجموعة 13، وهو أيون مشهور جدا يسمى أيون الألمونيوم. إذن لماذا؟ أقول لك في سؤال في الامتحان الفورم أو امتحان أي امتحان، لماذا يحمل أيون الألمونيوم 3 شحنات موجبة؟ أذكر السبب العلمي عشان يبقى فاهمين معنى الإشارة الموجبة. أسمع الإجابة، لماذا يحمل أيون الألمونيوم 3 شحنات موجبة؟ سرعة شوية يا شباب. نعم، سرعة شوية، أنا قلتها في المقدمة،
لماذا يحمل ثلاثة شحنات موجبة أيون الألومنيوم؟ مهم الحكاية دي. تمام، أحسنتم، لأنه يفقد ثلاثة إلكترونات أثناء التفاعل. أحسنت. أما النوع الثاني اللي احنا بنتكلم عليه أيونات موجبة ذكرناها الآن، وهي بعض الأيونات الانتقالية مثل أيون الفضة. يكتب أيون واسم الفضة معرف بألف ولام، الفضة، أيون الفضة، كم شحنة عليه؟ موجب واحد. طيب أيون الخرسين كم شحنة عليه؟ موجب اثنين. ده كلام جميل، ولكن هناك حاجة مهمة جدا موجودة عندنا في التدريبات ومطلوب علينا، أن هذه السلسلة الانتقال أو العناصر الانتقالية الداخلية اللي أنا بشاور عليها دي، هي هذه العناصر، دي العناصر الانتقالية مثلها مثل الفضة ومثلها مثل الخرسين، ولكن إحنا تم فصلهم كده لتميزهم. ما هو الذي يميزهم؟ أن في معظم هذه السلسلة الانتقالية يكون لكل عنصر أكثر من صورة، أكثر من أيون. بمعنى أيون الحديد، لاحظ أنه عليه حديد Fe 2 موجب، يكتب أيون الحديد والرقم روماني يدل على عدد الشحنات على أيون الحديد، فهذا الرقم بالروماني معناه 2. يعني معنى ذلك إذا تسمية أيون الحديد 2 موجب يسمى أيون الحديد 2 بالروماني، وهذا طبقا للنظام يسمى نظام ستوك، نظام ستوك، وهو يدل على رقم روماني يدل على عدد الشحنات على الأيون الانتقالي الذي يحمل أكثر من صورة للأيونات. لو أنا شفت يا أستاذ ما هي هذه الأيونات لازم أميزها عشان مطلوب عليها في امتحان، يبقى لو شفت يا أستاذ أيون الحديد 2 موجب أعرف أن الحديد عليه شحنتين. طب لو شفت أيون الحديد 3 بالروماني يبقى معنى ذلك الحديد عليه 3 شحنات موجبة. احنا لسه بنتكلم على الموجب. تمام، مثل أيضا من بعض العناصر المشهورة الانتقالية، قد بالك من الكلمة دي انتقالية لأنها أزرق، هي بالقلم الأزرق كلها، هذه انتقالية وهذا انتقالية، بس دول لهم صورة واحدة فقط، لكن دول لهم صورتين. طيب النحاس، هناك أيون النحاس واحد بالروماني يعني يحمل شحنة واحدة، أيون النحاس 2 بالروماني يعني يحمل شحنتين، وهكذا. أيضا في بعض العناصر هنجدها برضو في التدريبات زي الكروم، كم شحنة، كم نوع من الأيونات للكروم؟ 3. كم شحنة، كم أيونات للمغنيسيوم؟ 3، وهكذا. خد بالك الكوبالت نفس الشيء. أوكي، يبقى أنا عرفت يا أستاذ كده أميز الأيونات الموجبة بكافة أنواع. باقي لي مهمة، حاجة مهمة، وهي الأيونات التي تحمل عدة ذرات وتكون عليها شحنة موجبة أيضا، تسمى أيونات متعددة الذرات. بمعنى المجموعة الذرية NH4 موجب، هذا الأيون هو مجموعة من الذرات عددهم 5. تعال عندهم كده، 1 حق النيتروجين زائد 4 للهيدروجين أصبحهم 5. جميع 5 يحملوا شحنة واحدة وهي الشحنة الموجبة. هذه الأيونات تسمى أيونات عديدة. عند تسمية هذه الأيون الموجب العديد يكتب اسم الأيون الأمونيوم ينتهي بالميم، خد بالك ينتهي بالميم، ويسمى أيون الأمونيوم. يبقى أنا عرفت يا أستاذ أنواع الأيونات الموجبة 3، الأيون الأحادي في المجموعات المثالية، والأيون الأحادي في الأيونات الانتقالية، والأيون المتعدد الموجب اللي هو أيون الأمونيوم. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الأيونات، تسمية الأيونات السالبة. تسمية الأيونات السالبة أيضا مقسم، بس أقسمه أكثر شوية. أول حاجة، أول قسم
هي الأيونات سالبة أحادية الذرات، الأيونات السالبة أحادية الذرات، والقسم الثاني أيونات سالبة، نعم، متعددة الذرات. تمام، تعال نطلع الأيونات السالبة. جميلة جدا الأيونات السالبة دي. الأيونات السالبة هي أيونات عناصر اللافل الذات المجموعات في الجدول الدوري، وهنشوف جدول دوري دلوقتي يحدد هذه الأيونات. هو المجموعة الخمستاشر على يمين الجدول، الستاشر والسبعتاشر. عند تسمية هذه الأيونات السالبة مهم جدا الحكاية دي، ان احنا لا نضع ألف ولام، غير معرفة بألف ولام، مفيش ألف ولام فيها، ولكن تنتهي بيقطع ياء دال، يد، مثل CL سالب واحد. في الحالة دي يسمى أيون الكلوريد، يأخذ اسم اسم اللافلز بدون ألف ولام ويضع في نهايته ياء دال، يسمى أيون كلوريد، يسمى أيون، أيوة، مين يقول؟ أوكسيد. طيب الشحنة السالبة دي يا أستاذ معناها إيه؟ ماذا تعني الشحنة السالبة؟ أسمع الإجابة وبسرعة يا شباب. لماذا أيون الكلوريد يحمل شحنة سالبة واحدة؟ أسمع إجابتك بسرعة كده. نعم، بارك الله فيكم، لأنه يكتسب إلكترون واحد. طيب ماذا الأكسجين يحمل شحنتين سالبتين؟ تمام، لأنه يكتسب شحنتين سالبتين، بارك الله فيكم. تمام، تعال نشوف يا بطل، هناك عدة أيونات، بس لما نستعرض أول أماكن هذه الأيونات السالبة أحادية الذرة. هذا أيون الأكسيد المجموعة الستاشر، وهذا أيون الكبريتيد، أيون كبريتيد المجموعة الستاشر، ينتهي بياء دال، ينتهي بياء دال. أيون نيتريد مجموعة الخمستاشر، كل دي عناصر لافلزات تكتسب إلكترونات وتحمل عدد شحنات مساوي للإلكترونات المكتسبة. فينيتريد يكتسب ثلاثة، الأكسجين يكتسب اثنين، الكبريتيد يكتسب اثنين. طيب وهذا أيون الفلوريد، هذا أيون كلوريد، بروميد، يوديد، وهكذا. يبقى أنا عرفت إن الأيونات السالبة تنتهي بياء دال، الأيونات السالبة تنتهي بياء دال. طيب نرجع تاني للقسم التاني من الأيونات العديدة. الأيونات العديدة فيها في الحقيقة أكثر من نوع. يا أستاذ المعلومات كتير، لا، المعلومات بسيطة خالص، إحنا هنشوف دلوقتي التدريب ونجد إنها معلومات سهلة، بمجرد إن إحنا نستعمل تدريب أو اتنين إيدك هتمشي إن شاء الله، بارك الله فيك. الأيونات السالبة المتعددة ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى الأيونات الأكسجينية التي يكونها لافلزات المجموعة السبعتاشر، وهذه تعتمد على عدد ذرات الأكسجين. الأيون الأكسجيني هو أيون متعدد الذرات زي ما انت شايف كده، أحد أنواع الأيونات المتعددة، ولكن يحمل عنصر لافلزي ويتحد مع عدد من ذرات الأكسجين، فلذلك نقول عليه أيون أكسجيني. ولكن هنشوف دلوقتي في جدول إن هذه الأيونات الأكسجينية أيضا تعتمد اسمها على عدد ذرات الأكسجين. هنشوف دلوقتي المثال يا شباب من الجدول عندنا في صفحة 111. أولا في كمان أيونات تانية اسمها أيونات متعددة الذرات أكسجينية سالبة، وهي لأيون عديد الذرات للكبريت، وأيون عديد الذرات للنيتروجين، وسوف نرى مثال لهم في جدول 111. وآخر حاجة أيون متعدد الذرات غير أكسجيني، وهو أيون يسمى أيون السيانيد، بارك الله فيكم. تعال نشوف يا أستاذ هذه جدول 111
الأمثلة الموجودة فيها عشان نشوف هذه الأمثلة وكيف نسمي الأيونات الأكسجينية والأيونات الأكسجينية السالبة وفقط لا غير. تعال نشوف. هذا هو الجدول في صفحة 111. لو أنا خدت يا أستاذ أيون الكلوريد اللي أنا لسه قايله دلوقتي. هذا ما نوع الأيون؟ أيون أحاد الذرة. يحمل شحنة سالبة. طيب الأيون رقم 3 ده عليه كم؟ ما نوعه؟ أيون عديد الذرة. يحمل كم شحنة سالبة؟ شحنة سالبة واحدة، سالب مكتوب فوق سالب اهو. الجدول في صفحة 111. هذا الأيون الأكسجيني يحمل 3 ذرات أكسجين، ما اسم الأيون؟ كلورات. طيب إذا زاد عدد الأكسجين عن 3 يسمى إيه؟ يسمى فوق كلورات 4. إذا كان ده 3 كلورات، الثاني 4 اسمه فوق كلورات، وفي مرادف للفوق معناها بير، بير كلورات يعني فوق كلورات، يبقى البير معناها فوق. طب إذا قل عدد الأكسجين عن 3 يعني 2 اسمه كلورايت، ينتهي بياء تاء، لكن الكلورات ينتهي بألف تاء. طب وإذا قل عن 2 يبقى اسمه هايبو كلورايت، يبقى الهايبو كلورايت ده فيه ذرة أكسجين واحدة. حاول تاني بسرعة كده. يبقى إذا كان كلورات يبقى فيه 3 أكسجين، أيون أكسجيني فيه 3 ذرات أكسجين. إذا زادوا عن 3 يبقى فوق كلورات. إذا قلوا عن 3 يبقى اسمه كلورايت. إذا قل خالص عن الكلورايت بالأكسجينة يبقى اسمه هايبو كلورايت. قس على ذلك بقى الفلور، البروم، اليود. نفس عناصر المجموعة 17 نفس الكلام. تمام. تعال نشوف نيتروجين. نيتروجين من الأيونات الأكسجينية السالبة. السالبة. النيتروجين إذا كان في عدد 2 أكسجين، أيون أكسجين سالب فيه 2 أكسجين، بس اسمه نيتريت. NO2 سالب. واحد. نيتريت. إذا كان في 3 أكسجين يبقى اسمه أيون النترات. كأن إذا زاد الأكسجين يتغير المقطع الأخير زي هنا بالظبط. إذا زاد الأكسجين 3 اسمه كلورات، إذا كان أقل يبقى كلورايت ينتهي بياء تاء. هنا نفس الشيء، 2 يبقى نتريد، إذا زاد يبقى نترات، وهذا أيون النيتريد اللي احنا قلناه دلوقتي، وأيون الأمونيوم الموجب. طيب اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، الكبريت. الكبريتيد ايون احاد الذره يحمل شحنتين سالبتين. اذا كان يا استاذ ايون اكسجين فيه اكبر عدد من الاكسجين، الكبريتات ايون كبريتات SO4 سالب 2. طب واذا كان اقل يبقى اسمه أيون الكبريتيت SO3 سالب 2. أما إذا أضيف ليه الهيدروجين يبقى اسمه كبريتيت هيدروجينية، إذا أضيف للكبريتات هيدروجين يبقى اسمه كبريتات هيدروجينية. الآن إحنا استعرضنا بشكل سريع أسماء الأيونات الموجبة وأسماء الأيونات السالبة وأسماء العناصر الأيونات الانتقالية. الآن جاء دور التثبيت. المثال عشان نوظف المعلومات دي، تسمية المركبات الأيونية من النوع الأول. النوع الأول اللي هو فيه فلز له شحنة موجبة ثابتة، هي المجموعة الأولى والثانية والثلاثة عشر. الواحد، طريقة التسمية، المركبات الأيونية لها أسماء وهي تتكون من مقطعين، أيون سالب يسمى أنيون كلنا نعرفه، أيون السالب اسمه أنيون قلنا الحصة اللي فاتت، أنيون آن نيون، أيون السالب اسمه أنيون يعني أيون يكتسب إلكترونات، وأيون موجب اسمه كاتيون يعني أيون يفقد إلكترونات.
يبقى لا بد ان احنا المركب الايوني لازم يكون فيه ايون سالب، يعني انيون وايون موجب كاتيون لازم. واحنا هنقسم دلوقتي المركب اللي قدامنا، هنشوف اسم الانيون ايه زي ما تعلمناه، ونشوف اسم الكاتيون ايه ونضمنهم مع بعض. طيب يسمى الانيون اولا، يبقى لما نيجي نكتب اسم المركب هنبدا باسم الانيون السالب ثم اسم الكاتيون. يلا مثال، ادي مركب ايوني، عايز طالب يقول لي فين الانيون وفين الكاتيون على الاستاذ المحاور. ها قبل ما اقول اين الانيون، لو مشيت احسنتم برافو، لو مشيت معايا في الامثله هتمشي معايا في التدريبات مباشره. هذا هو الانيون، يعني انا لو قسمت كده هقول ده اسمه الانيون. ما اسم الانيون زي ما الاستاذ علمنا، ها نقول الانيون اسمه ايه، ده الانيون. طيب اسمه ايه ده يا بطل، مين يقول لي بسرعه شويه؟ ايوه ينتهي بياء دال، كلوريد، احسن. طيب والثاني الكاتيون، ما اسم هذا الكاتيون الموجب؟ يبقى الايون كلوريد والكاتيون، ها يا شباب بسرعه شويه، الصوديوم، ممتاز. يبقى انا عرفت الانيون كلوريد والكاتيون صوديوم، ما اسم المركب كامل؟ بارك الله فيكم، كلوريد الصوديوم. سهله ولا صعبه؟ سهله يا استاذ. نشوف المركب نقسمه، الانيون نسميه والكاتيون نسميه ونضمه مع بعض. طيب اذا كانت الايونات تسمى الايونات، تسميه الايونات المركبات الايونيه ذات الايونات العديده اللي هي زي الهيدروكسيد والكبريتات والنترات وهكذا، عادة يتكون الانيون من عدة ذرات تستخدم نفس الطريقة، نفس اللي فوق دي هنستخدمها في الايونات متعددة الذرات. مثال هذا هو ما اسم فين الايونات الانيون والكاتيون، لو قسمنا كده يا بطل ما اسم فين الانيون، يقع فين الانيون، ها ما رمز الانيون، واضحة بقى خلاص. يلا يا شباب ما رمز الانيون، بارك الله فيكم. ايوه انا قاسم بالقلم اهو قدامك SO4، احسن. يبقى هذا هو الانيون، دائما الانيون على يمين الرمز انيون، والثاني لابد يكون كاتيون لان هما الاثنين مفيش غيرهم، كاتيون وانيون. عرفنا واحد يبقى التاني اتفاهم خلاص من غير تفكير، كاتيون. عايزين نشم ده يا استاذ في ايون اكسجيني في اكبر عدد من الاكسجين يسمى ايه؟ اساعدك فيه، اسمه ايون كبريتات لانه في 4 اكسجين. طيب والثاني اسمه البوتاسيوم، يبقى الرمز الكامل اسمه كبريتات البوتاسيوم. يبقى طريقة التسمية نفس الطريقة، بنعرف اسم الأنيون ونعرف اسم الكاتيون ونقول كبريتات البوتاسيوم. خلي الجدول معاك صفحة 110 و111 عشان تحل بيه التدريب. خد بالك عند تسمية المركبات الثنائية الأيونية الثنائية من النوع الثاني، تسمية المركبات الأيونية الثنائية من النوع الثاني، وتتكون هذه المركبات من أيون لا فلز السالب وأيون موجب لفلز انتقالي زي ما احنا قلنا دلوقتي، اللي هو أيون الحديد، أيون المغنيسيوم وهكذا، أيون اللاز، النحاس. عند تسمية هذه المركبات نستخدم نظام ستوك لتحديد شحنة العنصر الانتقالي، وتنص على القاعدة اللي احنا قلناها، عند تسمية أيون العنصر الانتقالي يشير الرقم الروماني إلى عدد الشحنات الموجبة التي يحملها هذا العنصر. مثال مثلا هذه هي الأمثلة، خد بالك من اللي أنا هقوله كويس بقى.
الآن يا أستاذ دلوقتي أنا عندي العناصر دي كلها، العناصر دي كلها CuCl، فين الأنيون، فين الكاتيون؟ هذا هو الكاتيون، اليسار دايما كاتيون. الكاتيون ده نوعه انتقالي. يعني ايه انتقالي؟ يعني ممكن يكون له شحنتين، شحنته غير ثابتة. أين توجد الشحنة ماله؟ الشحنة ماله هي الرقم الموجود أسفل الأنيون، يعني اللي هناك، يعني كأن الشحنة دي هي اللي موجودة هناك. هل هذا الكاتيون لما نيجي نسميه لازم نقول النوع بتاعه شحنته كام؟ هل هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ إذا كان النحاس فهو الصورة اللي موجودة قدامي دي شحنته موجب واحد. ليه؟ عايز أعرف ليه شحنة النحاس هنا يا أستاذ موجب واحد؟ مين يقول بسرعة كده؟ لماذا أستدل على أن شحنة هذا الأيون اللي هو الكاتيون الانتقالي، انتقالي موجب واحد؟ مين يقول لي يا شباب؟ نعم، أنا بشاور بالسهم. معنى ذلك إن طالما المكان السهم خالي من الأرقام يبقى شحنة هذا النحاس واحد. يبقى في الحالة دي يا أستاذ الاسم بتاعه إيه؟ الاسم بتاعه إيه؟ هنبدأ باسم الأيون السالب اللي هو Cl. ما اسم الأيون السالب؟ مين يقول لي Cl أيون السالب اسمه إيه يا شباب؟ بسرعة شوية. ايوه اسمه كلوريد. يبقى كلوريد النحاس الاحادي. يكتب كده كلوريد النحاس الاحادي. طب والثانيه؟ فلوريد النحاس الثنائي. طب والثالثه؟ اسمع مين يقول لي بسرعه شويه. كلوريد الحديد، ايوه الثلاثي. كلوريد الحديد الثلاثي. طيب اخر حاجه قولها انت، صعبه شويه بس حاول. الاو معناها ايه؟ اكسيد الحديد الثلاثي. اكسيد الحديد الثلاثي. يبقى انا عرفت الرمز الانتقالي ان الشحنه بتاعته موجوده اسفل المجاور زي ما انا معلم دلوقتي كده. اوكي الشحنه موجوده اسفل المجاور هنا كده. الشحنه موجوده، الشحنه ده موجوده هي دي، الشحنه هذا موجوده هنا، فتذكر مع الاسم. شكرا بارك الله فيكم. ننتقل الى التدريب. الاستاذ عايزين نسمي الايونات دي، احنا هناخد مجموعة منها بس مش هناخدها كلها، ولكن الاستاذ عامل دليل استرشادي. ايه الدليل بتاعنا؟ ان اللي مكتوب عليه تحتي ده بالازرق كده معناه فلز انتقالي، يعني لازم نكتب الارقام الرومانية مالته، هو ده الفلز الانتقالي. طيب والارقام الرومانية اسفل المجاور. طيب اسفل الانيون. طيب واللي ما عندهوش يبقى ده كاتيون له ثابت، له شحنه ثابته لا نذكر فيه ارقام. طيب والمجموعات الذريه يا استاذ مش حافظينها، افتح الكتاب صفحه 63 ايونات عديده الذرات. تمام يلا، عايز واحد هنقول مثلا اول اي واحد من دول، انا عايزك تقول للاستاذ اللي قدامي اي عنصر اي مركب امامك واحنا هنسميه. اي مركب معاك نص دقيقة، سمي اي مركب واحنا هنختبره ونعتمده وان شاء الله ننتقل لبعده، لان ان شاء الله الحصة دي معلش ايه مضغوطة شوية. اي مركب امامك. احسنت ماشي يا استاذ رشاد. اوكي يا استاذ رشاد، في حد معاك جاوبه؟ تمام، في حد جاوب يا استاذ رشاد؟ في حد يا استاذ علي؟ تمام. حاول يا شباب اكتب اي مركب امامك.
اي مركب امامك يا شباب اكتبه، استعين بالجداول واكتبه، وانا هعرض الاجابه النموذجيه لكل طالب بس مركب، اي مركب. تمام، احسنتم. معانا مجموعه جاوبت، لسه في باقي. اي مركب امامك يا شباب؟ تمام، احسنتم. في ناس تمام، في 18 طالب جاوبوا ما شاء الله، بارك الله فيكم. تمام، ادي الاجابات النموذجيه. هايبو كلورايد صوديوم، فوسفات الكالسيوم، اكسيد الكوبالت، فوسفات النحاس الثنائي لانه ايون انتقالي، ايضا اكسيد الكوبالت ايون انتقالي، كبريتيت صوديوم غير انتقالي، ثاني كرومات البوتاسيوم، يوديد الامونيوم، كبريتات النحاس الاحادي الانتقالي، ايودات الليثيوم، كبريتيد النحاس الاحادي انتقالي، نتريت الصوديوم، هيدروكسيد الحديد الثنائي انتقالي، فيرمنجانات صوديوم، فلوريد الكروم الثلاثي انتقالي، كبريتات الكروم الثلاثي، وبروميد الرصاص الثنائي. بارك الله فيكم. الحصة مسجلة عندك على حسابك في التيمز، إذا أنت عايز تستعين ممكن تستعين بيها لاسترجاع معلومات. تسمية المركبات الثنائية التي تحتوي لا فلزات فقط، اللي هي التساهمية الثنائية، بمعنى هنا ما فيش كاتيون وأنيون، هنا ما فيش كاتيون وأنيون، هنا عناصر لا فلزات فقط، لها طريقة للتسمية أخرى مختلفة مهمة جدا. هذه الأسماء هي تسمية، هنا ما فيش كاتيون وأنيون، لاحظ العنصر الأول هو الصيغة يسمى في المرتبة الثانية، والعنصر الثاني يسمى تسمية الأنيون باليد، لكن هما الاثنين عناصر لا فلزات. طيب تستخدم الباديات في الجداول لتوضيح عدد الذرات، الجداول دي هنا واحد معناها أحادي، إذا كان عدد الذرات اثنين معناها ثنائي أو ثاني وهكذا. تستخدم البادئة أحادي، لا تستخدم أبدا للعنصر المرسوم أولا في الصيغة، يعني مثلا لا تكتب ثاني أكسيد أحادي الكربون، لا تكتب كده، ولكن تكتب ثاني أكسيد الكربون. ولكن كلمة أحادي أو بادئة أحادي تستخدم فقط للأكسجين، للأكسجين عندما تسمى مثلا أول أكسيد الكربون. اما مثلا اسم المركب كميثان، تصديق للكلام، عايز اسمي المركب ده، اول حاجة اتفحص مكونات المركب، امسك القلم كده واشوف القلم ده المركب ده كاتيون وانيون ولا لا فلزان. والله اروح اقسم المركب كده، ده اكسجين لا فلز، ده لا فلز، وده يا استاذ ايضا فوسفور لا فلز. الله، ده يا استاذ ما فيش هنا كاتيون وانيون. ايوه، فاللي ما فيهوش كاتيون وانيون له الطريقه دي. ازاي نسميه؟ نسمي كل رقم وكل رمز داخل المركب، فنقول كده خامس اكسيد ثنائي الفوسفور، خامس اكسيد ثنائي الفوسفور، لماذا؟ لانه لا فلز ولا فلز. تمام، تظبيط. تعال نشوف دول يا استاذ. اول واحد رابع اكسيد ثنائي النيتروجين، نعم. اللي بعديه مين يقول اللي بعديه بسرعه؟ بسرعه يا شباب. اللي بعديه مين اسمه ايه؟ سهله والله سهله. ها، ما شاء الله عليك. ايوه، في ناس بلد. ايوه احسنتم، رابع كلوريد الكربون، والله ممتاز يا ولد. اللي بعده سادس فلوريد الكبريت. طيب رمز الماء، الاسم العلمي للماء H2O، ما الاسم العلمي للماء؟ بسرعة شوية. ايوه، احادي اكسيد ثنائي الهيدروجين، احسنت.
أو أول أكسيد ثنائي الهيدروجين. طب وهذا ثالث كبريتين ثنائي الفوسفور. يبقى أنا عرفت يا أستاذ إن المركبات لما أسميها أطالع الأول مكونات المركب، هل هو كاتيون وأنيون؟ هل هو أيون موجب وأيون سالب؟ ولا أيونات لا فلزات؟ لو لا فلزات ليها طريقة للتسمية، إن أنا بقرأ كل رقم أو بادئة وكل رمز لللا فلز داخل المركب. إذا كان كاتيون وأنيون أستعمل طريقة اليد والألف لام للكاتيون. تسمية الأحماض جميلة خالص بقى، تسمية الأحماض ما شاء الله عليك. الحمض في الكيمياء هو المركب الذي يطلق أو ينتج أيونات الهيدروجين في الماء، يعني لما يدوب في الماء ينتج أيونات هيدروجين، هو ده الحمض. يبقى معنى ذلك إن الحمض المكون الأساسي فيه هيدروجين، طالما هو أي مادة بتطلع هيدروجين يبقى المكون الأساسي فيها هيدروجين. طب الحمض الثنائي ده معناه إيه؟ يعني إيه ثنائي؟ يعني عبارة عن نصين، النص الأول لازم يكون هيدروجين والعنصر الثاني لا فلز. يبقى الحمض الثنائي هو حمض مكون من نصف أساسي ونصف متغير. النصف الأساسي هو الهيدروجين والمتغير عنصر آخر وهو عنصر لا فلز، خد بالك، يعني كلور، بروم، يود، كبريت، أكسجين بتاع ده، نيتروجين. لكن ما ينفعش مع الهيدروجين مع الصوديوم مع الليثيوم، ما ينفعش، ما يكونش حمض. الحمض هو لا فلز وهيدروجين. بارك الله فيك. تعال نشوف يا بطل تسمية الأحماض الثنائية، نتبع القواعد. طالما فيها هيدروجين مقدار ثابت يبقى لازم نقوله في الاسم. طب نقوله ازاي؟ نقوله هيدرو. يبقى يستعمل مقطع هيدرو في الكلمة الثانية لتسمية الجزء الهيدروجيني من المركب. بمعنى إذا كان تتألف الكلمة من جذر الاسم العنصر الثاني مضافا إليه اليك، يعني هنا الحمض لازم ينتهي بكلمة يك ويبدأ بكلمة هيدرو. فإذا كان الحمض مكون من هيدروجين وكلور يصبحان معا هيدرو يعني هيدروجين، كلور يعني اسم لا فلز، يك مقدار ثابت في الأحماض كلها. يبقى أنا عندي دلوقتي لو جيت قسمت كده يا أستاذ الاسم ده، حاجد الاسم ده عبارة عن ثلاث أجزاء، ده مقدار ثابت في الحمض الثنائي لازم يقرأ هيدرو، وهذا مقدار ثابت في أي حمض يك لازم يقرأ لازم يكتب يك، وهذا متغير حسب اسم الايه؟ حسب اسم اللا فلز. إذا كان كلور يبقى كلوريك، إذا كان بروم يبقى بروميك، إذا كان يود يبقى يوديك. تعال نشوف مثال حمض اسم الحمض الثنائي هو حمض الهيدروفلوريك. تطبيق، سمي كل من الأحماض الثنائية الآتية. والله ده سهل يا أستاذ، خلاص احنا عرفناها. HBr يبقى لازم نبدأ بكلمة ايه؟ حمض هيدرو، والبي ار بروم، والمقدار الثابت ييك، يبقى حمض هيدرو بروميك. طب واللي بعديه مقدار الثابت حمض هيدرو، واليود يود والمقدار الثابت ييك. طيب ده هيدرو كبريتيك، حمض الهيدرو كبريتيك، اظن سهلة، والله سهلة يا استاذ. اوكي، نشاط تقييمي، اخر نشاط تقييمي في الحصة. احنا عايزين الحصة دي النشاط ده ملخص فيه كامل الحصة، والمطلوب واحدة واحدة كده ان احنا نحل النشاط ده، لان ده سؤال الامتحان. اللي انا قدامي ده هو سؤال الامتحان، كيف احل هذا السؤال؟ اول شيء اشوف معطيات السؤال.
السؤال مكتوب اكمل الجدول ادناه، معناه ان المكان الفارغ ده انا هكتب فيه ما هي عدد المسائل في في الجدول؟ اربعه. المساله الاولى ايه؟ هي دي المساله الاولى. انا عايز احل المساله الاولى دي، احلها ازاي؟ واحده واحده يا شباب، معانا وقت ان شاء الله، عايزين نحل المساله دي. خمس زي. اول حاجه، المركب اسمه كربونات المغنيسيوم الثنائي، يبقى معنى ذلك ده ايون ايه؟ عديد، ايون اللي هو ايون انتقالي. ما رمز الايون الانتقالي المغنيسيوم؟ افتح الجدول الدوري شوف لي رمزه ايه عشان اكتبه هنا كده. ها، ما رمزه؟ احسنتم، ام ال. لازم اكتب الشحنه عليه. فين الشحنه؟ مين يقول؟ ادي الشحنه يا استاذ، اثنين، يبقى اكتب شحنته. موجب، يبقى اكتب اثنين موجب. ما شاء الله عليكم، والله بطل يا ولد. تمام. رمز الايون السالب ايه؟ سي او 3 سالب 2. يبقى اسمه ايه؟ انا عايز اسمه، انا عايز اسمه، اسمه الكربونات. تمام. المطلوب في في الفراغ ده يا استاذ هكتب ايه؟ هكتب الاسم ولا اكتب الصيغه؟ والله هو مكتوب قدامي الصيغه الكيميائيه المركب، يبقى انا هكتب وحده الصيغه الكيميائيه، يعني هكتب رمز. الاسم موجود اهو، كربونات المغنيسيوم، لكن هنا عايز يكتب الرمز. الرمز اكتبه ازاي؟ اهو الاستاذ قال نبدا بالايون الموجب، يبقى اكتب كده ام ان، ها، سي، انا هحل الاولى وانت تحل بعد كده، او 3. تمام. نشوف بقى يا استاذ الشحنه السالبه السالب 2 دي المفروض اكتبها فين؟ المفروض اكتبها هنا كده اسفل المجاور. طب والشحنه الموجبه دي المفروض اكتبها فين؟ اكتبها اسفل المجاور، يعني اعمل قوس واعمل هنا اثنين. وبعدين الصيغه الكيميائيه لازم اختصر الارقام دي، يبقى اجيب مساحه واختصر دي مع دي. اختصر دي مع دي، اروح شايل دي مع دي. اصبح الصيغه النهائيه ام ان سي او 3. بارك الله فيكم. الثاني. يلا يا شباب. الثاني. منتظر اجابتك. هاد اوكي تمام. ايون السالب، ما الايون السالب هنا؟ اروح قاسم، ها، الايون السالب ده رمزه ايه؟ اروح اكتبه هنا كده. مين يقول لي؟ اكتبه قدامك على الاستاذ، مع الاستاذ. سي، ايوه، ال، نعم، او، نعم، فور، سي ال وفور. لازم عليه شحنة. الشحنة دي كام؟ الشحنة اللي هنا أسفل المجاور. أربعة. خطأ. ليه؟ لأن كل ده يا أستاذ كده اللي أنا هشوف عليه بالقلم الأزرق ده كده، اللي أنا هقول لك عليه ده كده، ده كده يا أستاذ أيون لوحده، ان اتش 4 موجب، هو ايون ايون الامونيوم، هو ده الموجب. لكن سي ال او 4 هو ايون الفوق كلورات، وهو ايون سالب. يبقى هذا شحنته هي مكتوبه هنا كده واحد، بس الواحد ما نكتبه. يبقى هذا الايون عليه شحنه سالبه هنا كده. واضحه دي ولا مش واضحه؟ يبقى ده عباره عن ايون عديد مع ايون عديد. يبقى هنا سالب واحد وهنا موجب واحد. يبقى طيب، يبقى ايون، يبقى رمز اسم المركب اسمه ايه بقى؟ مين يقول لي؟ اسمه، ايوه، فوق، ايوه، ها، لسه نايله، كلورات، فوق كلورات، ايوه، ال مون يوم. اوكي، ننتقل رقم ثلاثة. ما
معانا الصيغة الكيميائية، عايزين نقسمها، دي صعبة شوية لأن ده مركب عضوي. مركب العضوي هنقسم كده يا أستاذ، النص ده هو أيون الصوديوم إن إيه، أنا هحلها معاك عشان بس دي صعبة عليك شوية، إن إيه موجب، لازم الكاتيون موجب، كله ده لازم موجب، ها، وهذا الأيون، بقية البقية كلها تعمل عليها إشارة سالبة واحدة. ليه يا أستاذ؟ لأن المفروض اللي هنا الإشارة اللي هنا هي مكتوبة رقم هنا كده، فطالما دي C2H3O سالب 2 يبقى عليه إشارة سالبة واحد، يبقى اسمه إيه ده يا أستاذ؟ اسمه أسيتات صوديوم. باقي عندنا آخر مركب، ها آخر مركب معاك، أيون اللي على اليمين دايما، اللي على اليمين دايما هو السالب وهذا هو الموجب. طب الكالسيوم رمزه ايه الموجب؟ مين يقول لي؟ سي ايه من موجب، وهذا أيون اليود اي سالب، يبقى رمزه سي اي، والاثنين بتاعتها اكتبها اسفل المجاور، يبقى سي اي اي 2. انتهى معايا درس اليوم، اتمنى تكون انت استفدت او على الاقل تعرفت على طرق التسميه للايونات. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، خلاص يا استاذ، بارك الله فيكم، شكرا لكم ولمشاركتكم الفعالة، أتمنى لكم التوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.